لك في واحد بتاع شاورما شغال قاعد يقطع في الشاورما كده، جات بنت من طلبه الجامعه دي خدت اصبعها في يدها في اضانه وماشى. ايوه يا ماما انا طلعت من الكليه حاجه يعني حاغش عليك افتري اكل لي سندوتش وحاجه. قام بتاع الشاورما سال قال لي شنو يا بنت؟ قلت له لا يا عمو انت ما مستغرب ده القرن ال21 تاخد اصبعك في اضانك تنضم مع الزول الدايره. قال والله بنت حيرتينا، جات وهزه كده تهز حبه كده. قلت له شنو يا عمو؟ قال لها مسكول من لندن. قال لك واحده بلداتنا كده راحت الله انها تيجي الجامعه، ابوها باع لها البقره باع لها الغنم ما خلى لها اي شيء في الدنيا دي. البنت جات الجامعه وانصدمت حضاريا بالعونه بنات الجامعه، صاحبت ناس كتيبة الشين شاهنده شيراز شزا، الواحده انجام سكول بس طار لها في رقبتها. البنت رجعت البلد ولقت امها، كيف يا امي؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. قالت لها انت منو ما عرفتك؟ قالت لها انا بنتك شيرين. بنتي بتول غيرتي اسمك ولا شنو؟ قالت لها والله انا جيعانه يا امي يا اخي. قلت لها خلاص انا في لقمه كده بتقاليها. قلت لها لا لا بطني ما بتهضمها. قلت لها خلاص بالجيران ديل عندهم عرس امشي. اول دخلت كده بس لقيت لك كلب في جنب الباب. قلت لها هي جري يا كلب ما بتعرفني؟ كلب ماشي لك ورا. جري يا بابا انا بجيرانكم الله. كلب ماشي لك ورا. جري يا كلب. الكلب عصر لك كده في زقاق. قلت لها جري يا كلب يجرك من كريعاتك.